سعداء داخل القيادة الجماعية لحزب الأسارة والمعاصرة أن نشارك معكم اليوم في هذا اللقاء الهام واللي كيعكس مدى انسجام بين المكونات الأغلبية الحكومية والمستوى التواصل العالي بيننا لمعالجة مختلف القضايا الراهنة والتي تهم المواطنات والمواطنين وفي وفاء تام لروح ميثاق الأغلبية. إن بلادنا حققت عديد من المكتسبات لا سيما على المستوى الدبلوماسي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مما يجعلنا في وعي تام داخل الأغلبية الحكومية بالعمل وفق رؤية حكيمة لجلالة الملك في التصدي لمناورات الخصوم والتحرك في إطار الدبلوماسية الحزبية والموازية لتنزيل ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من توجيهات سامية.